رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي استاذ حسام زايد الناقد الرياضي في جريده الشروق. مساء الفل عليك، واكيد منورنا في قناه النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا شيماء وعلى كل الساده مشاهدي قناه الاهلي. اكيد عايزين نتكلم عن حاجات كتير جدا، يمكن لقاءات النادي الاهلي الاخيره، لقاء امبارح وادي دجله اللي انتهى بفوز النادي الاهلي بهدفين لهدف في الجوله العشرين من مسابقه الدوري الممتاز، قبليه اكيد لقاء مصر المقاصه، قبليهم سموحه ده في الدوري المصري الممتاز، بالاضافه طبعا لمباريات النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. ولكن خلينا في البدايه نبتدي بلقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي قصاد وادي دجله، شفته ازاي؟ تمام، يمكن انا في اعتقادي انه النادي الاهلي في التوقيت الحالي محتاج معنويات اكتر، يعني بمعنى انه في الفتره اللي فاتت كان في اخفاقات كتير على المستوى الافريقي بعد خساره النهائي امام الترجي، بعدين بعض العثرات في الدوري العربيه، البطوله العربيه بالتاكيد، فكان الناس منتظره الصفقات الجديده وده اللي يمكن حصل في يناير. لكن مع الصفقات الجديده الناس منتظره انه المردود هيكون ايه، هل المردود نفس الموضوع برضو على المستوى الفني، ولا هيحصل فيه تغيير على مستوى النتائج وعلى مستوى الاداء حتى في الملعب. حتى البعض بيتكلم عن الاداء، يعني انه حتى لو في مكسب لكن البعض كان غير مقتنع بالاداء، لكن في وجهة نظري انه الاهلي بيحقق المكسب الثالث على التوالي في الدوري، سموحه وبعدين المقصه وبعدين امبارح وادي دجله، ففي وجهة نظري ده معنويا بيخلي حتى اللعيبه عندها طموح وعندها امل ان هي من جديد تستعيد توازنها مره ثانيه في الدوري. فنيا شفت اللقاء امبارح ازاي؟ فنيا انا شفت الشوط الاول تحديدا الى حد ما الاهلي كان بيؤدي بشكل جيد للغايه. صحيح. لكن انا مش عارف ايه السبب انه الاداء شويه تراجع بعد الشوط الثاني. بالظبط في الشوط الثاني ده طبعا اكيد كان في صحوه كمان للاعبين وادي دجله. ما ده اللي انا هقوله، اكيد وادي دجله طبعا متاخر بهدفين، فبالنسبه له عايز يعني يعوض النتيجه، يقرب بفارق هدف وبعدين بيلعب على ان هو يتعادل. فده اكيد طبعا سبب ان وادي دجله هو اللي كان اكثر سيطره في اوقات كتير في الشوط الثاني تحديدا. يعني يمكن زي ما عنونت بعض الصحف ان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي هو اللي اهدى لوادي دجله الهدف او ضربه الجزاء اللي احرزه منها الهدف الوحيد. تمام، لكن يعني طبعا البعض بيتكلم على الاخطاء حراسه المرمى تحديدا. انا اعتقد انه يعني محمد الشناوي هو حارس مرمى المنتخب الوطني، صحيح، كان في كاس العالم بالتاكيد، يعني ما فيش حد لا يخطئ، لكن العبره انك تتعلم من اخطائك. يعني أكيد. اعتقد انه محمد الشناوي والاخطاء ولها فوائد بتحصل وردة كتير وردة والحمد لله ان هي ما جاتش في حاجه مؤثره او في نتيجه مؤثره. انا بقول لك انه الاخطاء طبعا اكيد وارده من اي حد، لكن محمد الشناوي لازم يعرف برضو ان هو حارس مرمى كبير، الناس كلها دلوقتي بتبص ليه ان هو من ضمن الحراس الاساسيين لمنتخب مصر. صحيح. فبالتالي لكن محمد الشناوي كان الوحيد اللي يعني اخذ اشاده في كاس العالم في روسيا 2018، يمكن كان صحيح. لو كان عندنا لاعب مميز في لقاء فكان هو محمد الشناوي. محمد الشناوي خاصة يعني في المباراة الأولى كمان أدى بشكل جيد أمام أوروجواي. يعني أنا بقول إنه علشان كده هتلاقي إن الناس دايما بتركز مع اللاعب الكبير أو اللاعب اللي موجود في مكان كبير. صحيح. محمد الشناوي لاعب كبير وموجود في النادي الأهلي، إذا لازم يعرف إن هو كل بيتحاسب على أخطائه بناء على إمكانياته وعلى المكان اللي وصل لها. على الأخطاء وهيتحاسب على كل حاجة والعيون كلها هتكون عليه. صحيح. أعتقد إن هو أكيد في الفترة القادمة هيراجع نفسه كتير في بعض الأمور بالنسبة له يعني. النادي الأهلي عمل صفقات شتوية كتير، صفقات كلها يعني ممكن يتقال عليها من العيار التقيل أو صفقات سوبر، في نفس الوقت اللي بيدعم فيه مارتين لاسارتي النادي الاهلي او الفريق بالصفقات الجديده بيفقد الكثير من اللاعبين في الاصابات، شايف ده ازاي؟ شايف لغز الاصابات صراحه، وهو لغز محير، يعني اعتقد ان الاهلي في حاجه ان هو ممكن يعمل لجنه مخصوص تشوف ايه الموضوع، يعني موضوع الاصابات ده فعلا شيء غريب. غريب جدا. غريب انه مع كل بس عارف ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بسموحه كده من كام سنه اللي فجاه بقى عندها 8 بقى فجأة عندها 7-8 رباط صليب، يعني ربنا يبعد عننا الإصابات الكبيرة قوي دي، لكن فجأة فعلا كنا بنشوف سموحة غريب جدا، يعني 8 أو 7 لعيبة جالهم رباط صليبي في موسمين، كان الموضوع غريب برضو ومش طبيعي. أنا في اعتقادي بقول لك لازم يكون في دراسة تحديدا، وإن كنت أستبعد، يعني أنا صراحة ضد الناس اللي بتهاجم الجهاز الطبي، أنا مش مقتنع تماما إن الجهاز الطبي هو السبب يعني تماما. وبعدين منطقيا كده لو الجهاز الطبي هو السبب، مجلس إدارة النادي الأهلي هيفضل يعني باقي على الجهاز الطبي ليه؟ لا ما هو بالظبط، يعني اي يعني اكيد ليه؟ لو في اي تقصير او في اي خطأ اكيد هيتم علاجه او تغيير او الكلام ده كله، لكن انا يعني
بشوف الامور بمنظور واقعي. يعني شوفي، عايز اقول لك انه هنا في مصر تحديدا دايما السوشيال ميديا بدات تتحكم في بعض الامور، بمعنى انه لما واحد بس يكتب كلمه او انه الجهاز الطبي هو السبب، بتلاقي كل الناس بتمشي وراه الكلام ده كله. وده وقيسي على ذلك في اكتر من حاله هتلاقيها نفس الموضوع، اكيد من غير ما اي حد يعرف ولا يسال ولا يتصل ولا يعرف ايه الموضوع بالظبط. فانا انا بقول لك انه الجهاز الطبي بريء تماما من الموضوع ده. ممكن يكون في يعني ممكن اللعيبه بتكون بتحاول تجتهد خارج التدريب، بتتمرن في جيم، بتتمرن في اي حاجه، وده ما ينفعش خالص. بطبيعه الحال لازم يكون في متابعه حتى للاعبين بعد المباريات او في الفترات اللي هم بيكونوا فيها مش في النادي، بيكونوا بره النادي، بيتعاملوا ازاي، هل في تدريبات معينه خاصه بيعملوها بره. يمكن بعض منهم بيحاول ان هو يجتهد عشان يبقى افضل، فده بيجي بنتيجه عكسيه وبيجي بنتيجه فيها اصابات. فدي كلها امور لازم يتم دراستها، يعني كل الامور أكيد. الخاصه بالفريق داخل الملعب وخارج الملعب وبره النادي كمان، ده كله لازم يكون في متابعه. الناس ابتدت تسال مارتين لاسارتي ليه الاصابات دايما بتيجي في العضله الضم، بس هو رد وقال مش بس في العضله الضم، احنا عندنا اصابات كتير، وده اكيد سببه الاول والاخير يعني تلاحق المباريات. احنا بنلعب في شهر يجي 50 لقاء، عندنا مباريات كتير قوي ورا بعض، فالموضوع ده طبيعي جدا ان هو يكون موجود. وقال ان اي دوري في العالم بيكون الفرق ما بين لقاء والتاني 7 ايام، مش كل 3 ايام بنلعب لقاء سواء في الدوري المحلي او في دوري ابطال افريقيا. صحيح، لكن في المقابل يعني خلينا برضو نقول انه يعني ياسر ابراهيم ما هو يعني ما لعبش مباريات كتير مع الاهلي، فيتاثر بالضغط المباريات. محمود فلا هو في لغز. انا علشان كده بقول لك اللي عنده برضو اجهاد في العضله الضمه، انا ما بحبش اللي يطلع يقول انه في سبب من غير ما يتم دراسه الموضوع. الموضوع اصبح ظاهره في فريق الكره في النادي الاهلي، اذا لازم يتم دراسه الموضوع طبيا وفنيا واداريا كمان على مستوى جهاز الكوره بتكلم. اذا يتم دراسة الموضوع ويطلع بيان وافي وشافي يقول للناس ايه اللي بيحصل مع اللعيبة او ايه السبب الرئيسي. خلي بالك الموضوع تحول الى ان اللعيبة بقت بتخاف، يعني خلاص ده شايف اللي قاعد جنبه اصيب، في توتر كبير جدا ما بين اللعيبة، في ضغط نفسي، ففي خوف انه انا لما هنزل هلعب هتصاب. والأسوأ يعني بقى التوتر ده والخوف هو اللي بيجيب الإصابة أكتر. صحيح، ده ممكن يكون سبب مباشر على فكرة، ممكن تكون إصابة نفسية إنه هو خايف يتصاب، فبالتالي بينزل نفسيا بيتصاب فعلا. فدي كلها أمور لازم يتم دراستها ويطلع بيان شارح لكل اللي بيحصل في ما يخص الاصابات تحديدا. طيب خلينا نروح للصفقات الشتويه، صفقات النادي الاهلي يمكن 7 صفقات سوبر لحد دلوقتي، ولسه النادي الاهلي بيتكلم ان في امكانيه ان يكون قبل يوم 30 اللي هو يوم الخميس اللي جاي في صفقه جديده، صفقه اخيره، وفي الاغلب هتكون في مركز الدفاع، وسمعنا ناس كتير قوي بتتكلم عن احمد سامي، شايف الموضوع ده ازاي؟ تمام، انا كنت شايف انه احمد سامي فعلا قريب من النادي الاهلي، وعلى فكره هو عنده رغبه ان هو يلعب للنادي الاهلي، واعتقد اعتقد انه خلال ساعات ممكن نسمع عن صفقه في مركز الدفاع، لانه الاهلي فعلا يحتاج لاعب في مركز في خط الدفاع تحديدا. ممكن يكون احمد سامي، ممكن يكون صفقه ثانيه يعني، لكن الاهلي محتاج شايف مين الافضل او مين الاقرب، احمد سامي ولا شخص اخر او لاعب اخر؟ لا يعني انا بقول لك هو على مستوى رغبته الشخصيه وهو حابب ان هو يكون موجود. انا بتكلم برضو عن اللعيبه المتاحه، بنتكلم عن المدافعين المتاحين جوه الدوري المصري. اللعيبه المتاحين في الدوري المصري بعيدا عن اسم احمد سامي، كان معروف مين المطلوب او مين اللي على الساحه، يعني لاعب زي محمود متولي مثلا يعني اكيد لاعب مهم، لكن الاسماعيلي بالظروف اللي بيمر بيها الاسماعيلي بالظبط، مش موضوع فلوس بس، لانه الاسماعيلي دلوقتي في مركز صعب للغايه، وكاد يكون عليهم ضغط جماهيري كبير جدا، لان في الاخر الاسماعيلي ده نادي جماهيري كبير، نادي جماهيري كبير، وصعب ان هو يكون موجود في المركز ده. ففي اعتقادي انه مش الاداره مش هتفرط في حد ليه تقله في الفريق في الفتره دي، ففي اعتقادي الاهلي هيحاول يسد العجز ده بشكل كبير خلال اليومين دول، خلاص قبل 31 يناير قبل الغلق باب الانتقالات الشتويه، وبعدين في الصيف لكل مقام حديث يعني ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم برضو عن الصفقات الشتويه، وشفت مين الصفقه الافضل الاهم او اكتر صفقه بينت نفسها في اللقاءين اللي فاتوا او الثلاث لقاءات اللي فاتوا؟ لا انا ضد انه احنا نتسرع الحكم على اللعيبه، يعني البعض بمجرد ما حسين الشحات نزل في اول مباراه
بدأ يتكلم على الفلوس الكتير اللي دفعت في الصفقة وإنه مش هو ده المردود المنتظر. أعتقد ده يعني حكم متسرع زي ما حصل مع صلاح محسن لما الصفقة بتاعته كانت غالية وحصل كلام كتير، ده نفسيا صلاح محسن قلب موازين الميركاتو الصيفي والشتوي وكل صحيح حاجة صحيح. فإذا يعني لا، أنا ضد إن احنا نتسرع في الحكم. حسين الشحات امبارح شفته ظهر بمستوى كويس، بدأ إن هو يعني يؤدي بالشكل الطبيعي بتاعه. لو هو طبعا كلاعب مدفوع فيه الرقم ده ومعمول عليه الضجة اللي اتعملت والكلام ده كله، هو بالنسبة له من أول مباراة نازل عليه ضغوط، عايز يثبت نفسه نفسية. وعايز يتسرع في ان هو يسجل هدف ويحرز هدف وان هو يظهر بشكل جيد. ده كله بيعمل ضغط على اللاعب. ويمكن شفنا شويه تصريحات للاعب بيقول اصبروا عليا شويه، استنوا عليا شويه. هو اكيد صحيح. طيب لو هنتكلم برضو عن تعليقات كابتن محمد يوسف المدرب العام اللي قال برضو ان الميركاتو لم ينتهي، واكيد طبعا في التعليق ده هو كان بيقصد مركز الدفاع زي ما كنا بنتكلم عليه، واللي قال ان هو لسه ممتد لغايه 31 يناير 31 يناير ده هيكون يمكن يوم الجمعه يوم الخميس 31 يناير 31 هيبقى يوم خميس بالظبط، يوم الخميس بعد بكره ان شاء الله. طيب شايف يعني لو رجعنا مره تانية واتكلمنا عن برضو في مردود كويس جدا من الصفقات اللي جت للنادي الاهلي، بس في نفس الوقت احنا بنخسر قصاد المردود الكبير ده لعيبه، يعني امتى ممكن نشوف في صفوف النادي الاهلي مكتمله؟ احنا دايما بنلعب من غير يعني زي ما بيقولوا الاعمده الرئيسيه او الاساسيه جوه النادي الاهلي، دايما عندنا غيابات والغيابات دي في مقتل زي ما بيقولوا. احمد فتحي مش موجود، حسام عاشور مش موجود، وليد سليمان مش موجودين، رامي ربيعه وجونيور اجاي لسه راجع بقاله كام شهر مش موجود، حمودي بيروح وبيجي، ربيعه مش محدش فاكر هو اخر مره لعب. يعني مشاكل كتير واصابات كتير، ودايما النادي الاهلي صعب ان انت تحاسبه على نتائج لان انت مش لاقي ابدا في يعني مكتمل قوامه. عايز اقول انه ده من ضمن التحديات اللي بتواجه الفريق، وده تحدي وارد ان هو يتعرض ليه الاهلي. طبعا اكيد مبالغ فيه الاصابات اللي بتحصل دي، لكن انا عايز اقول هو ده التحدي. ما هو في النهايه الاهلي بقيمته وبالامكانيات اللي معاه ده تحدي بالنسبه له. صحيح. انا ازاي هتغلب على التحدي ده؟ اعتقد انه حاليا يعني الصفقات اللي اتعملت والبعض المصابين اللي بدا يرجع، اعتقد ممكن ده الى حد ما يسعف الامور الى حين استعاده العناصر الاساسيه اللي اصيبت، ومنهم صحيح. طبعا احمد فتحي اللي ما سرعان ما نزل المباراه اصيب ورجع تاني، فبالتالي الموضوع كان صعب شويه طبعا، وكمان دلوقتي وليد سليمان، فبالتالي يعني ابرز العناصر اللي في الفريق بتغيب، فبالتالي لا هو ده التحدي. واللعيبه اللي موجوده دلوقتي في الاهلي لازم تعرف انه ده تحدي بالنسبه لهم، وانه أكيد. ده يعني موقف هم هيتعاملوا معاه ازاي وهيعوضوا ازاي. صحيح. لانه المفروض انه الانديه الكبيره اللي زي الاهلي اللي بره زي اللي جوه، لما بيغيب العنصر الاساسي البديل بيكون على نفس المستوى او مقارب ليه. يعني جمهور النادي الاهلي دايما بيقعد يتخيل كده، احنا تقريبا عندنا فرقتين سوبر جوه النادي الاهلي دلوقتي بعد الصفقات الشتويه اللي دعم بيها مجلس اداره النادي الاهلي الفريق، فبيقعدوا يتخيلوا كده لو كل اللعيبه دي متاحه ان هي تلعب، لو كل اللعيبه دي ما فيش اصابات عندنا، هيكون عندنا فريق شكله عامل ازاي؟ لا فريق تقيل طبعا، يعني بتتكلمي على احمد فتحي ووليد سليمان ورامي ربيعه، ويعني رامي انا بصراحه زعلان قوي على رامي. انا رامي من اللعيبه اللي ليها كان مستقبل كبير جدا في المركز بتاعه ده، لكن في النهايه يعني قدر الله وما شاء فعل. يعني كمان كان قبل كده كمان كان علي معلول اصابه وغاب فتره كبيره ورجع، وليد ازار ومحسن صلاح ومروان محسن صلاح محسن لا يعني النادي الاهلي بقى بيلعب مباريات من غير اصلا هجوم، من غير لا هو في فريق بره، يعني في فريق مصاب. صحيح. فلا يعني في فريق طبعا مصاب كامل. طب مع عوده المصابين تتوقع هيكون في تغيير في شكل لعب لاسارتي مع النادي الاهلي؟ اكيد. يعني في لاعب ينفع يعني ينفذ طريقه معينه او تكتيك معين للمدير الفني وينفذ فكر معين للمدير الفني زي احمد فتحي، يعني بيساعد المدير الفني ان هو ينفذ الخطه اللي هو عايزها بالظبط في الملعب، بيقدر يعمل اي مكان حاجة او يعمل اي فكر بالنسبه له. وليد سليمان مهم جدا. صحيح. فبالتالي الاثنين دول تحديدا مهم وجودهم في الملعب ومهم استعادتهم من جديد. اتوقع انه بوجودهم الاهلي اكيد شكله هيختلف داخل الملعب. النادي الاهلي دلوقتي معاه 33 نقطه، لسه عنده اربع مباريات متاجله. ترتيبه في الدوري فهو طبعا الفريق الثالث.
شايف جدول ترتيب الدوري ده ممكن يختلف قد ايه مع انتصارات النادي الاهلي المتتاليه بقى ورا بعض، وكمان يعني مواصلته لمشواره في الانتصارات في المباريات المؤجله؟ انا ما زلت مصر انه النسخه الحاليه من الدوري هي يعني من امتع النسخ اللي أكيد. ممكن نتفرج عليها، رغم التاجيلات الكتير ورغم ضغط المباريات الكتير، ورغم الناس بتتكلم دلوقتي على استعدادنا لبطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتتعمل في مصر وتلميح البعض الى امكانيه الغاء الدوري، انا بستبعد تماما انه يلغى، لكن ما زلت متمسك انه دي من افضل النسخ على مستوى المنافسه. مش عارفين لغايه دلوقتي الدنيا في المقدمه، الزمالك بيراميدز والاهلي وكمان المقصه والمقاولين في فترات قدم، واعتقد هيكون ليه مردود، ففي منافسه في المقدمه كمان في الصراع الهبوط. من اجل البقاء يعني مراكز القاع لا مراكز الهبوط. صعبه مراكز تخض يعني لما ابص على يعني على الاتحاد السكندري وكان جنبه يعني. المصري اول امبارح وكمان الاسماعيلي اهو شويه بدا يعني يشم نفسه شويه، بتروجيت مين كان يتخيل ان بتروجيت يكون في المركز ده، فلا الموضوع صعب جدا يعني. احنا قبل كده مثلا الموسم اللي فات كنا من اول خمس اسابيع شفنا ان اللي صعدوا هم اللي هبطوا، لا السنه دي الوضع مختلف، بتتكلمي على النجوم بيأدي بشكل كويس مع الكابتن احمد سامي حقيقي. وموجود حاليا في المركز ال 14 وبيدي ثقه انه لا انه ممكن يبقى موجود وممكن يكمل. الجونه كمان مع الكابتن حماده صدقي موجود في المركز ال 12، حرس الحدود مع كابتن طارق العشري في المركز التاسع، الثلاث فرق اللي صعدوا لا بيأدوا بشكل جيد جدا، وده بيخلي الدوري انا شايفه انه دوري قوي من ناحيه الاثاره والنديه وانتظار نتائج المباريات وانتظار يعني المباريات. بيراميدز تحديدا رغم الكلام اللي محطوط حول التجربه والكلام ده كله، لكن انا شايف ان المباريات بتاعته كمان الناس كلها بدات تترقب وتنتظر، فبالتالي لا انا شايف ان نسخه ممتعه بالنسبه لي ان انا اتفرج على الدوري المصري رغم التاجيلات ورغم كل حاجه ممكن تتقال فيما يخص مصير البطوله يعني. طيب لو بصينا برضو تاني لجدول الترتيب، الزمالك معاه 42 نقطه، النادي الاهلي معاه 33 نقطه، نادي الزمالك لعب 17 لقاء، النادي الاهلي لسه 16 لقاء. اللي هيحدد مصير المركز الاول في اعتقادي مباراتي الاهلي والزمالك، المواجهات المباشره بالظبط، المواجهات المباشره هي اللي هتحدد، خصوصا كمان مش بس مع نادي الزمالك، في لقاء تاني ليه اكيد مع بيراميدز بالاضافه للقاءين بتوع نادي الزمالك، ده اكيد هيفرق كتير طبعا. لكن انا بقول انه تحديدا في وجهه نظري مباراتي الاهلي والزمالك اللي هي المباراه المؤجله من الدور الاول ومن الدور الثاني بشكل كبير هيحددوا مسار درع الدوري. صحيح. طيب يعني. نروح للبطولة الأفريقية، دوري أبطال أفريقيا، النادي الأهلي بينافس عليها دلوقتي في المجموعة الرابعة من دور المجموعات، النادي الأهلي معاه أربع نقاط حاليا بتصدر فيها مجموعته. شايف المنافسة إزاي في المجموعة دي، وشايف مين الفريق اللي ممكن النادي الأهلي يعمل حساب ليه في المنافسة؟ الأهلي طبعا يعني في المباراة الأولى كسب فيتا كلوب الكونغولي 2-0 وبعدين تعادل مع شبيبة الثورة الجزائري 1-1، عنده مباراة يوم السبت مع سيمبا التنزاني. أنا منتظر أشوف سيمبا التنزاني يعني بشكل مباشر أمام النادي الأهلي، وإن كان المفروض أنه هيكون المنافس المباشر في المجموعة هو فيتا كلوب لأنه فيتا كلوب وصل لنهائي الكونفدرالية. صحيح. فريق بدأ من 2013 تحديدا يكون ليه تاريخ في البطولات الإفريقية ويكون ليه اسم، وبالتالي هو المنافس المباشر للنادي الأهلي. يمكن ده اللي احنا كمان حسيناه من تصريحات اوسم المدير الفني لسيمبا التنزاني اللي قال انا ما عنديش اصلا اي طموحات ان انا ارجع باي نقطه من مصر، ولكن يمكن نعتمد شويه على اللقاء اللي هيكون موجود على ارضنا ما بين جمهورنا، لكن لقاءات النادي الاهلي اللي هو بيعتبر افضل نادي في اخر 10 سنين في افريقيا احنا ما عندناش اي امال ان احنا نفوز عليه او حتى نتعادل. لا شوف ده ممكن يعني قد يكون تصريح خادع يعني ان هو بيوصل رساله ان هو جاي وفي حاله استرخاء تام وان المباراه هو عارف نتيجتها وان هو هيخسر والكلام ده، وبيكون تصريح يعني خبيث الى حد كبير ان هو بيحاول شويه يخلي الفريق المنافس ليه في المباراه يعني عارف ان هو جاي في حاله استرخاء وان المباراه مش فارقه بالنسبه له وان هو كده كده هيخسر، وكمان بيكون تصريح استباقي
لما يمكن ان يكون بعد المباراه، يعني انه لو خسر بيطلع يتكلم انه هو فعلا هو عارف جاي وعارف النادي الاهلي فريق كبير وان هو هيخسر والكلام ده كله، وكمان بيكون تصريح وقائي بالنسبه له في بلده في تنزانيا امام الاعلام وامام جماهير النادي بتاعه. فبالتاكيد انا في وجهه نظري التصريحات اللي من النوع ده بتكون تصريحات خادعه. طيب خليني اسالك برضو عن لاسارتي، وشايف ان لاسارتي ابتدت تبان بصماته على الفريق في الوقت الحالي؟ شيما زي ما اتكلمنا لاسارتي النتائج بتخدمه دلوقتي، يعني هو في الدوري بيحقق يعني ماشي الاهلي في الفوز الثالث على التوالي، لكن عوده المصابين ده هيخليه شويه يظهر بالفكر بتاعه بالطريقه بتاعته اللي هو عايز يلعب بيها مع النادي الاهلي، لانه في النهايه يعني اي مدير فني بيغيب عنده الكم ده من اللاعبين فهو معذور، يعني هيستخدم مين ولا مين، وكل ما يجي يستخدم حد ويوظفه في مكان بيصاب. فبالتالي لا، انا شايف ان هو معذور لغايه دلوقتي، معذور يعني معذور لغايه لما يستعيد. ما تقدرش الجزء تحكم على مستواه غير لما يستعيد المصابين طبعا، لكن في على مستوى النتائج نتائج كويسه، يعني هو بيحاول يلاقي يعني ما عندهوش رفاهيه ان هو حتى ما عندهوش رفاهيه الاختيار، هو بيحاول يلاقي يوفق عشان يقدر ينزل المكسب هو الاختيار الوحيد دلوقتي بالنسبه له. طيب خلينا نتكلم عن التحكيم في الدوري المصري. شايف التحكيم في الدوري المصري ازاي؟ وشايف الكلام اللي كان بيتقال مع بدايه الموسم ده عن تقنيه الفيديو وتقنيه الفار اللي هيتم استخدامها او استخدامها كمان في الدوري المصري الممتاز، وبعد كده رجعوا قالوا لا صعب اصل دي محتاجه فلوس كتير، لا هنعملها بس في ملعبين، لا هنعملها في ثلاث ملاعب، لا مش هنقدر، يعني كلام كان كتير قوي على تقنيه الفار ان هي ممكن تحل مشاكل التحكيم المصري. لا، مشاكل التحكيم يعني موضوع الفار تحديدا هيطبق المفروض من بدايه الموسم الجديد، وزي ما قلنا انه مصر والمغرب فقط هما الدولتين اللي من افريقيا اللي تقدمتا بشكل رسمي للفيفا ان هما عايزين يطبقوا تقنيه الفار ده. وكان موجود الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام في مؤتمر للفيفا وعمل ورشه عمل والكلام ده كله، ولكن في يعني خطوات اجراءات في تطبيق نظري الاول، وبعدين هيتم تركيب الاجهزه بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، لان الاتحاد الدولي لازم يعتمد التجربه ولازم يعتمد تنفيذها. في مشاكل كتير قبل تطبيق الفار بالتاكيد، يعني بنشوف مشاكل في الدوري، مشاكل تحكيميه، ده شيء اكيد. وحتى بعد تطبيق تقنيه الفار المشاكل مش هتنتهي، لكن احنا بنتكلم وانا يعني بقول انه يعني حتى الاخطاء تكون يعني تقل، يعني لانه لما الاخطاء بتزيد انا يعني ممكن فريق يتظلم في مباراه، ممكن صحيح. فريق ممكن مدير فني يمشي من فريق بسبب خطا تحكيمي، ممكن فريق يخسر بطوله بسبب خطا تحكيمي، فكل ده لازم يوضع في الاعتبار. يعني حتى تجربه استخدام حكام اجانب انا شايف انها الى حد ما لم تؤتي ثمارها المطلوبه. يعني وبدليل انه لجنه الحكام في بعض الاوقات تعاونت مع الاتحاد التونسي وبعدين مغربي لا وبعدين لغت الموضوع، قال لك مش هنتعامل تاني مع الحكام التونسيين. اذا الموضوع يعني لازم يتحط له ضوابط معينه فيما يخص موضوع التحكيم حاليا. طيب شايف الحل ان احنا بنعمل ايه؟ يعني الحكام الموجودين عندنا هنا في مصر، الحكام المصريين يبتدوا ياخدوا دورات يتمرنوا اكتر، يعني نحل الازمه دي ازاي؟ طبعا اكيد تدريب، دورات خارجيه، معسكرات حتى هنا بخبراء اجانب يتم استخدامهم، يتم كمان التنسيق مثلا في مباريات دوليه وديه خارج مصر ان حكامنا تطلع تشتغل على المباريات دي. لكن في النهايه لازم فعلا يوضع حل. انا شايف انه الاخطاء لما بتزيد ده كمان حتى بيعمل ضغط نفسي على الحكام، وان كنت انا دايما يعني بحاول انه اؤكد انه الحكام المصريين دايما يعني انا واثق 1000000% انه ما فيش اي تعمد لاي خطا، ما فيش اي غرض في اي خطا. ما دي مشكله برضو صحيح، لكن في النهايه لكن في النهايه دي امكانياتهم مثلا. لا مش 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 عايز اقول امكانياتهم فاوصفهم ان هم اقل من الحكام اللي بره، لا الحكام المصريين فيهم حكام مميزين جدا ولكن بقول لك لازم يتعمل لهم دورات تدريبيه مكثفه سواء هنا في مصر باستخدام خبراء اجانب او ان هم يطلعوا بره في معسكرات خارجيه يتم صقلهم بالشكل المناسب. يعني احنا محتاجين ان احنا نطور منظومه التحكيم المصري هنا. مطلوب طبعا اكيد، متفق معاكي تماما يعني.
طيب نتكلم عن بطولة أمم أفريقيا اللي كان 2019، البطولة أكيد المنتظرة للشعب المصري كله. احنا طبعا الحمد لله احنا أخذنا شرف تنظيمها هنا في مصر، كويس ان هي ما اتعملتش في الكاميرا، كنا هنتبهدل ورا المنتخب هناك. فأكيد طبعا الشعب المصري كله سعيد بتنظيمها هنا في مصر، وطبعا ابتدوا كمان وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكورة وكل الجهات المختصة في الدولة ان هي تنظم للبطولة دي. هل شايف ان الوقت الباقي قدامنا للبطولة، وطبعا شهور معدودة على الايد الواحدة، هل ده كافي ان احنا ننظمها او نطلعها بصورة تليق بمصر؟ طبعا انا واثق تماما يعني وبلا تردد انه ان شاء الله مصر هتعمل بطولة ناجحة بكل المقاييس. يعني مصر عندها الامكانيات الماديه والامكانيات البشريه والامكانيات التقنيه والبنيه التحتيه ان هي تعمل بطوله ناجحه بكل المقاييس، وشفنا 2006 واحنا دلوقتي في 2019، يعني بعد 13 سنه من 2006 اكيد ان احنا ان شاء الله نعمل بطوله لا تقل عن 2006. عندنا الملاعب اللي تم اعلانها وهي استاد القاهره الرئيسي واستاد السلام واستاد السويس الجديد، استاد الاسماعيليه، استاد بورسعيد، واستاد الاسكندريه، دول الست ملاعب اللي المفروض الرئيسيه. في ملاعب احتياطيه اخرى اكيد. لما نتفرج اهو قدامنا المباراه النهائيه من 2006 ده طبعا كوتيفوار. يعني مباريات لا تنسى وذكريات لا تنسى، نتمنى استعادتها ان شاء الله. النهارده كمان كان الكابتن محمد فضلي في بيشوف استاد بورسعيد مدير البطوله يعني. اختيار محمد فضلي كمدير للبطوله، وانا اكيد طبعا يعني مش فاهمه انا معجبه ازاي بالاختيار ده. شايف الاختيار ده ازاي؟ لا انا مش عايز اتكلم عن على الاختيار قد ما انا خلاص هتكلم على ان انا بتمنى التوفيق للكابتن محمد فضلي، لانه حتى من 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 كام يوم يعني قلت رايي كده على تويتر عندي، الناس قالت لي انت طب ما كنت قلت رايك قبله ومش عارف ايه. انا مقتنع تماما انه المفروض فعلا لما اجي اقول رايي على شخص او ان انا خاصه لما يكون في مهمه وطنيه يعني مع منتخب او حتى مع بطوله اقول رايي قبل الاختيار، وبقول رايي مجرد تماما. لكن اما وانه الاختيار قد تم فانا لا املك ان انا اقيمه، انا بكون مساند لي وداعم لي. انا اتمنى كل التوفيق ان شاء الله للكابتن محمد فضل ان هو يعمل بطوله ناجحه وكلنا وراه وكلنا معاه باذن الله، وننجح بطوله امم افريقيا في مصر. النهارده هو كان موجود في استاد بورسعيد، في الناحيه الثانيه كان موجود المهندس هاني ابو ريده والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كانوا في استاد السلام. لا في حراك شغال على البطوله. انا زي ما قلت لك انا واثق تماما ان شاء الله هتخرج بالشكل اللائق على المستوى التنظيمي. لكن كمان موضوع الجماهير لازم يتم من دلوقتي، عمل توعيات للجمهور، عمل تجارب، عمل بروفات. اتمنى ان الجماهير ترجع، الجمهور ازاي تشجع يعني الصح، وازاي تستقبل كمان يعني الوفود بقى اللي جاي لنا من بره، المنتخبات اللي جاي لنا من بره، ازاي نستقبلهم بطريقه بتليق باسم مصر، وازاي نعكس صوره محترمه عن الشعب المصري. صحيح، يعني انا كنت عارف انه المفروض اتحاد الكوره هيحاول مع وزاره الداخليه انه الجمهور يرجع تباعا في مباريات الدوري، ويرجع بكامل طاقته يعني في المباريات علشان ده يكون تجربه قبل بمباريات كاس الامم. صحيح. اتمنى انه ده يحصل، واتمنى انه يكون في استجابه وان الجمهور فعلا يرجع في مباريات الدوري. اتمنى اكيد الكوره من غير جمهور ملهاش اي طعم اطلاقا. خلينا نروح لمنتخبنا الوطني الاول، اكيد هينافس في البطوله دي، واكيد كلنا عندنا امل كبير جدا ان احنا نحصد البطوله دي بعد طبعا ما كان ما عندناش حظ في اللقاء النهائي في كان 2017. شايف فرصنا ازاي على المنافسه على البطوله دي، خصوصا طبعا ان احنا معانا عامل الارض والجمهور، ما عندناش يعني ما عندناش اي حجج اي عذر. واعتقد انه اتحاد الكوره حاليا والجهاز الفني كمان خططهم هتتغير بشان المنتخب، لانه يعني في الاول كان عندنا رفاهيه ان احنا بنبني جيل جديد ولسه قدامنا ان احنا كاس العالم 2022 والكلام ده كله، لكن وجود البطوله على ارض مصر ده بيخلي الهدف رقم واحد ان احنا نكسب البطوله. ده رقم واحد. صحيح. وكمان البطوله الاخيره وصلنا المباراه النهائيه، فاذا ما قدامناش اي اختيار. اعتقادك يعني ده قد يدفع الجهاز الفني كمان انه يغير سياسته في موضوع الاعمار السنيه تحديدا. اتمنى ان انا اشوف مثلا واحد زي وليد سليمان
بيرجع. اتمنى نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يرجع بس من الاصابه اللي هو فيها دلوقتي باذن الله سريعا ان شاء الله وينضم للمنتخب لان بعد كده كان كلام اجيري اختلف او التصريحات اللي خرجت من المنتخب الوطني اختلفت. الاول كان بيقول انا بعتمد على الوجوه الشابه، انا بعتمد على المواهب الصغيره في السن لاني ببني لجيل جديد في 2022. دلوقتي الكلام اختلف وقال انا محتاج طبعا العناصر الاساسيه والخبرات اللي هتفيدني في اللعب او في المنتخب في البطوله القادمه، هي بطوله امم افريقيا كان 2019. اكيد هو بيتكلم على انه البطوله خلاص على ارضه وسط جماهيره ولن يكون مقبول غير ان هو يوصل للمباراه النهائيه وان شاء الله يكسب البطوله. فبالتالي هو عايز العناصر الجاهزه بالنسبه له، مش لسه هيبني فريق دلوقتي، انت عندك بطوله بعد 6 شهور. الكلام ده كنت بتتكلم على انك لسه عندك رفاهيه البناء وتغيير الجيل وعناصر صغيره والكلام ده كله، لكن في اعتقادي هو هيعتمد على العناصر الجاهزه مباشره. طيب اجيري قرر ان هو ياجل المعسكر او التجمعات الخاصه بالمنتخب لحد بعد الاعلان عن القرعه اللي هتكون ان شاء الله يوم 12 ابريل تتعمل عند الاهرامات باذن الله. قرر ان هو ياجل المعسكر او التجمعات للوقت ده، شايف ده قرار صحيح؟ لا انا اتمنى ان هو يعني الخطه تفضل زي ما هي بالنسبه له لغايه شهر 3 في تجمع في شهر 3 ويكون في مباراه وديه كمان، وبعدين يتم ان هو يكمل بقى يشوف عايز يعمل ايه تحديدا. هل هيكون في تجمع؟ هل هو عايز تجمع للمنتخب قبل البطوله باكثر من 15 يوم لانه اللوائح بتقول 15 يوم قبل البطوله؟ ده طبعا كابتن احمد ناجي كمان النهارده كمان سافر السعوديه صحيح، هيشوف هناك حسين السيد وهيشوف محمد عواد. فبالتالي الامور كمان حتى الخطط اختلفت، يعني بقى خلاص في تكليفات وفي امور لحظيه بتحصل وناس بتسافر وتتابع. اتمنى كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني ويتوج بلقب البطوله. طيب لو اتكلمنا برضو عن الوجوه الجديده اللي ممكن تنضم لمنتخبنا الوطني الاول، واتكلمنا او الكلام كان كتير قوي في الفتره اللي فاتت دي عن الوجوه القادمه لمنتخبنا الوطني الاول، يمكن ترى تصريحات كتير جدا من كابتن هاني رمزي ومن اجيري ان في ناس جديده هتنضم ولسه الفرصه قدام كل اللعيبه المحليين عشان يثبتوا نفسهم في الدوري وينضموا للمنتخب، شايف مين الوجوه اللي تستحق ان هي تنضم لمنتخبنا الوطني؟ لا في اكتر من عنصر، يعني مثلا بنتكلم على يعني انا شايف ان رمضان بدا يستعيد جزء صحيح. كبير من مستواه وكلام كتير قوي بس عليه. يرجع من الاصابه ان شاء الله. شايف كمان يعني محمود علاء يستحق ان هو ياخد فرصه في نادي الزمالك. شايف ان مجدي قفشه في نادي بيراميدز يستحق ان هو ياخد فرصه. في لعيبه كتير تستحق ان هي تكون موجوده في المنتخب خلال الفتره القادمه، وزي ما قلت لك هو دلوقتي قدامه الاختيار الاول والاخير العنصر الجاهز، مش هيلجأ للعناصر الصغيره في السن والتجربه والكلام ده كله، لا هو عايز مجموعه جاهزه تحقق الهدف القريب وبعدين يشوف اهدافه البعيده هتكون ايه. طيب بعيدا بقى عن كره القدم تعال نروح لملف تاني، منتخب اليد بما انك اوباما كمان في نادي الزمالك لازم برضو يكون ليه دور. صحيح. طيب خلينا نروح بقى لملف كره اليد باعتبارك طبعا المدير الاعلامي في الاتحاد المصري لكره اليد، شايف ازاي تطورت كره اليد في السنين اللي فاتت؟ وعايز اعرف برضو شايف ازاي الانجاز اللي حققه منتخبنا في كره اليد في مونديال المانيا والدنمارك؟ تمام. يعني انا يعني عايز اقول انه دايما في كره اليد الموضوع يعني مختلف، انه دايما المجلس اللي موجود بيبني على العمل والمجلس اللي قبله واللي قبله واللي قبله وهكذا، وده ميزه بتميز كره اليد تحديدا والجو الاسري اللي الكل بيعمل فيه من اجل هدف واحد هو منتخب مصر والمنتخبات القوميه. اكيد طبعا بالظبط. منتخبنا كان افضل مركز عمله من 2001، و2001 خدنا رابع العالم طبعا رابع العالم في 2001 صحيح، وده كان انجاز كبير جدا بالنسبه لنا. من ساعتها احنا ما عدناش دور ال 16 يعني ما دخلناش الثمانيه الكبار خالص، يا اما في المركز ال 13 14 15 16 صحيح، مش اكتر. اخر بطوله كانت في فرنسا 2017 كنا المركز ال 13. احنا السنه دي كان هدف الاتحاد المصري وهو بيجهز سفر المنتخب انه ان احنا نتاهل للدور الرئيسي اللي هو بيكون فيه 12 منتخب، وده كان بالنسبه لنا خطوه مهمه قبل استضافه بطوله مصر. ربنا وفق وصلنا ان احنا نكون ثامن العالم، وده في وجهه نظري مركز مهم جدا نبني عليه قبل بطوله مصر 2021. طيب البعض بينتقد يعني انه المنتخب لا ده الظروف خدمته، ده النتائج الاخرين خدمته، لا اصلي كان ممكن مش عارف يتغلب. انا يعني في اعتقادي ما بحبش اتكلم بالشكل ده لانه ما هو زي النتائج ما خدمتني
كان ممكن تخدم غيري، وزي ما هي خدمتني دلوقتي ساعات بتضرني وبتخرجني بره. في النهايه انا باخد بالاسباب اللي قدامي، بفوز في المباريات اللي مطلوب فيها ان انا اكسب، بتعادل مع المجر، ودي نقطه المجر كانت مهمه جدا ان احنا نتاهل للدور الرئيسي. اذا انا عايز بس يعني اتمنى على الجمهير واصدقائنا ان احنا نكون داعمين للمنتخب الوطني وسندين اكيد ليه طبعا، ده دورنا كجمهور. عندنا بطوله مهمه جدا 2021 هتكون اول بطوله بيشارك فيها 32 منتخب. يعني اخر بطوله كانت 24، اللي جايه هيكون 32، دي اول مصر بطوله مصر هي اللي هتنظمها بالظبط، ودي هتكون اخر بطوله بتنظيم فردي. يعني بعد كده دولتين او ثلاثه اللي هم اللي هينظموا. طيب رايك ايه في المدير الفني المدرب الاسباني ديفيز مع منتخب كره اليد، ورايك ايه هل هيتم تجديد الثقه فيه ولا خلاص كده؟ لا، هو ديفيد ديفيز مرتبط مع المنتخب او مع الاتحاد المصري بعقد الى 2021 لبطوله مصر. تجديد التعاقد او تجديد الثقه او استمراره ده مرتبط بموقف الطرفين، يعني مجلس إدارة الاتحاد مع ديفيز، هما الاثنين هيدرسوا التجربة اللي حصلت في الدنمارك، وده اللي قاله حتى المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد قبل سفر المنتخب، انه بعد البطولة هيتم تقييم التجربة سواء ان هو هيكمل 2021 او هيتم تعديل المسار، وده اكيد هيتم اعلانه في حينه. يعني استاذ حسام زايد الناقد الرياضي في جريدة الشروق نورتنا النهارده في كلام في الميديا. اشكرك يا شيماء، شكرا ليكي وكل مشاهدي قناة الاهلي. مشاهدينا اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقة جديدة من كلام في الميديا الساعة 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.